في هذا الفيديو راح نسوي تطبيق ثاني على نفس الموضوع اللي تكلمنا عنه في الفيديو السابق اللي هو find string and get text. أول شيء نشوف الدائرة. راح يكون عندي طبعا المشروع اللي راح استخدمه اللي هو عندي متحكمين مرسل ومستقبل، طبعا اثنين موصلين عن طريق يتم تبادل البيانات عن طريق البروتوكول UART. طبعا قد تكلمنا بالتفصيل عن البروتوكول UART وكيف نقدر نربط متحكمات ونرسل البيانات. هنا راح يكون عندي تطبيق بسيط جدا، عندي مرسل موصل فيه مقاومتين متغيرة في الشانل 0 والشانل 1 الانالوج للمتحكم الاول، طبعا المرسل اللي هي هذه سنسر 1 سنسر 2، ويتم ارسال بيانات عن طريق البروتوكول UART للمتحكم الثاني. عند المتحكم الثاني موصل فيه شاشة LCD، هنا عندي شاشة LCD، يعني كل ما تغير قيمة الحساسين، تخيل ان انا عندي حساسين مثلا، كل ما غير قيمة الحساسين راح يقراها المتحكم الاول، ومن ثم راح يحول من انالوج الى ديجيتال ويرسلها للمتحكم الثاني. طبعا في لما نرسل بيانات، يعني زي ما شفنا في مواضيع الـ UART، لما نرسل البيانات عن طريق الـ UART راح تجيني في مصفوفة كاملة. كيف أقدر أميز إن هذه قيمة الحساس الأول وهذه قيمة الحساس الثاني؟ فهذه فكرة استخدام عشان كده استخدمنا اللي هي الـ Find String. فلو نجي نشغل نشوف، هنا عندي هذا الحساس الأول، هنا قيمته، هنا عندي الحساس الثاني تحت. لو اجي اغير الحساس الثاني، ولو اجي انقص ايضا في الحساس الاول، نيجي ننزل هذا للصفر، الحساس الثاني وهكذا. فنحن وش سوينا؟ طبعا لما نرسل هذه البيانات راح تجي في مصفوفة واحدة لما نرسل التكست من المتحكم الأول. فكيف أنا أقدر أميز بينهم؟ إن هذا مثلا نفترض إن مثلا عندي حساس حرارة، حساس رطوبة، حساس ضغط وهكذا. فكيف أقدر أميز بينهم؟ لهذا استخدمنا اللي هي الـ find and get text function. طبعا استخدمنا المتحكم اللي هو البيك 18F4525، نقدر نستخدم أي متحكم ثاني. لو نيجي نشوف أول شيء كود المرسل اللي هو الكود send، نيجي أول شيء نغير الخلفية، نكبر الخط عشان يكون واضح. أول شيء عندي هنا هذه المصفوفة راح أخزن فيها جميع قيم الحساس قبل ما أرسلها، وهنا عندي متحولين بطول 16 بت سنسر 1 سنسر 2 راح أخزن فيها قيمة الحساسين. بعدين ننزل للمين فانكشن، هنا عندي الدالة الرئيسية. أول شيء عندي الكونفيج فانكشن، شوف الكونفيج ADC init، هذا راح يسوي الديفولت سيتنج للـ ADC. وبعدين عندي الـ UART، تعريف الـ UART، لأن زي ما قلنا راح نرسل البيانات عن طريق الـ UART. بعدين إذا رجعنا للـ Main Function عندي Infinite Loop، داخل Infinite Loop عندي أول شيء Sensor 1 اللي هو قلنا هذا المتحول راح يخزن قيمة الحساس الأول، Sensor 1 يساوي ADC Read 0، راح يقرأ من الـ Analog 0 للـ Channel 0 للـ Analog للمتحكم اللي هو قلنا المتحكم الأول اللي هو راح يقرأ قيمة الحساس ويرسلها للمتحكم الثاني. هنا عندي الـ Channel 0 وهنا عندي الـ Channel 1. بعدين أنتظر مدة 200 ملي سكند، Sensor 2 يساوي ADC Read 1 من الـ Channel 1 للأنالوج اللي هو هنا.
بعدين انا انتظر مدة 200 ملي سكند، بعدين عندي هذه الدالة اللي هي السند فاليو. السند فاليو طبعا هذه دالة مسوية راح ارسل فيها قيمة الحساسات والمصفوفة اللي راح اخزن فيها القيم، لان قلنا القيم لازم تتجمع في مصفوفة واحدة ونرسلها عن طريق اليو ار تي، يعني راح يكون كلها تكست في مصفوفة واحدة. فعندي سند فاليو راح تاخذ 3 بارامترات، اللي هي البارامتر الاول سنسر 1 اللي هو قلنا بيخزن لي الحساس الاول، سنسر 2 قيمة الحساس الثاني، بعدين المصفوفة اللي راح اخزن فيها القيم. طبعا شفنا تعريف هذه في بداية البرنامج. فلما نيجي نشوف الدالة هنا قلنا هذه 3 البارامترات. هنا عندي اول شيء هذه قيمة الحساس الاول، نقدر نحط مثلا سنسر 1 بدل اكس، ولكن انا حطيت اكس لان هنا الاسم مو شرط انه يكون مطابق للفيرب اللي ارسلته من المين فانكشن. بعدين هنا عندي هذه قيمة الحساس الثانية راح يتم تخزينها هنا في الواي، وبعدين عندي هذا pointer to string راح يخزن راح يأشر على المصفوفة اللي هي فيها اللي راح يخزن فيها التكست اللي قلنا راح تيجي عن طريق البارامتر الثالث من المين فانكشن اللي هي الفاليو. هذه المصفوفة، هذه مصفوفة فيها أنا حطيت فيها 50 عنصر، طبعا على حسب يعني على حسب طول البيانات. أنا حطيت هنا 50 عشان أضمن أن أخزن فيها جميع الكاركترات قبل ما أرسلها. بعدين هنا راح يكون عندي first sensor value اللي راح تخزن لي قيمة الحساس الأول في المصفوفة. طبعا راح نستخدم أول 7 عناصر من الزيرو إلى السكس، اللي أول 7 عناصر في المصفوفة راح نخزن فيها قيمة الحساس الأول، ولكن قلنا عشان نقدر نميز بين قيمة الحساس الأول والثاني فلما يستقبل المتحكم الثاني اللي هو قلنا اللي راح يستقبل البيانات لازم اني يعني بستخدم طريقة اني احصر قيمة الحساس الاول بين ال A وال B. يعني نفترض ان مثلا قيمة الحساس الاول نفترض ان مثلا 1000، ما اقدر ارسل 1000 كذا كذا بتلخبط مع الرقم الثاني. نفترض ان قيمة الحساس الثاني بيكون 2000 بيجي كذا. فانا وش سويت؟ اول شيء حطيت A بعدين قيمة الحساس الاول بين A و B، فكده انا استخدم ال get text find string get text function اللي راح اقول له من ال A الى ال B هذه قيمة الحساس الاول، بعدين عندي من ال C وال D بيكون فيه الحساس الثاني. فانا راح استخدم هذه الطريقة. فعندي اول شيء في ال location 0 ال array راح اخزن ال character A، بعدين هنا عندي في ال location الثاني راح اخزن اللي أكبر خانة لقيمة الحساس اللي شفنا هنا عندي 5 خانات. طبعا يعني الديجيتال أكبر اللي هو هنا ما عنده استخدام، لأن لو تلاحظون عندي الريزولوشن حق الأنالوج تو ديجيتال كونفرت عندي في المتحكم اللي هو بدقة 10 بت، يعني ما راح يتخطى، مستحيل يتخطى ال 1023، هذا ما راح استخدمه، لكن أنا حطيته كذا. فعندي قلنا هذا راح يكون عندي القيمة الأكبر. نفترض أن مثلا عندي كذا قيمة الحساس، فعندي هذا أول شيء هذا كيف أجيبه عن طريق هذا الأمر، راح أخزنه في اللوكيشن 1. يعني عندي اللوكيشن 1 طبعا بعد الزيرو يساوي قيمة، طبعا هنا الإكس كنا بيخزن قيمة الحساس تقسيم 10,000، لأن قلنا كم خانة عندي. لو نيجي نحسب الديجيت عندي هنا 1 2 3 4 5 5، فعندي أحط 10,000. إذا كان عندي مثلا 6 خانات أزيد هنا 0، كل ما ننزل تحت كل ما قل الزيرو عندي. فهنا بنقسم ب10,000 بعدين بلاس 0، طبعا 0 كاركتر. هذا وش راح يسوي؟ راح يحوله الى اسكي، لان قلنا نحن راح يحول لي الى كاركتر، لان قلنا لابد ان يعني انا بخزن تكست في الاري، يعني عشان يكون سترينج لابد ان يكون عندي كاركترات، لان قلنا بنرسل كتكست فلابد ان نحوله الى كاركتر. طبعا لو تلاحظون هنا ما استخدمنا اللي هي convert to string function، نحن كنا نقدر نستخدم اللي هي هذه الدالة اللي مثلا word to string، نحط مثلا x وهنا مثلا نحط text.
فكده الدايركت راح يحول لي اياه القيمه اللي هي قيمه الحساس، راح يحولها من راح يحولها لسترينج ويخزنها هنا. انا ما ابي هذه الطريقه، لاني انا ابي اتحكم في الخانات حق الاري نفسها. ليه؟ لان هذا ما راح يسمح لي مثلا اني اضيف الاي في اللوكيشن، يعني احصل قيمه الحساس الاول بين الاي والبي او السي والدي، ما راح يسمح لي هذا الشيء. راح احول القيمه دايركت من الانتجر الى السترينج او وورد تو سترينج. فانا استخدمت هذه الطريقه، راح احول ايش ديجيت. فعندي هنا اول شيء نحط الاي، بعدين هنا عندي راح اقسم ب 10000 بلس، هذا اللي راح احول لي الى كاركتر. بعدين عندي في اللوكيشن تري اللي هو تكست 2 يساوي، راح اقسم هنا دي المره ب 1000 اللي هي هذا القيمه عشان احصل على هذا الديجيت، راح اقسم ب 1000. بعدين هنا عندي المودولو اوبريتر اللي هو وش راح يسوي، هذا راح يعني راح يقسم القيمه عندي اللي في اليسار هنا، هذا الريزلت حقه اللي حطيناه بين البراكت، راح يقسمه بال10 وراح يرجع لي هنا الريمايندر، يعني هذا بيعطيني الريمايندر اللي هو باقي القسمه. بعدين بلس زيرو كاركتر، او نقدر نحط مثلا لو نرجع نقدر نحط مثلا بلس 48 نفسه، ايضا هذا نفس الشيء. لو نجي نسوي بيلد ونجرب الابلكيشن شغله، يطلع نفس الشيء، ما في اختلاف. طبعا اذا حطينا في النهايه بلس 48 او كاركتر 0 راح يكون نفسه، انه راح يحول لي اياه الى كاركتر. بعدين عندي عشان نجيب الثيرد ديجيت اللي الخانه الثالثه، راح اقسم قيمه، راح اخزن طبعا في اللوكيشن تري للاري. اذا تكست يساوي، راح اقسم دي المره ب 100 لان هنا عندي خانه المئات اللي هذه، طبعا راح اقسم ب 100. وبعدين هنا عندي راح نستخدم ايضا المودول اوبريتر. بعدين هنا عندي بلس هذه الكاركتر 0 اللي راح احول الى اسكي. طبعا نفس نستخدم اذا استخدمنا هذه الطريقه. طبعا هنا لو تلاحظون لو نيجي من فوق، طبعا اول شيء هنا عندي نحط مثلا، نفترض ان مثلا عندي هنا عندي 5 خانات صح؟ لو نيجي نحسب 1 2 3 4 5، فكده بنحط واحد والبقية نعوضه بأصفار. فلو تلاحظون هنا عندي كم خانة، أول شيء واحد بعدين نعد الأصفار 1 2 3 4، وهنا عندي يقل الزيرو وهكذا. أوكي، طبعا هنا في النهاية لو تلاحظون هنا عندي نفسه، هنا عندي 10 وهنا عندي 10، يعني عندي واحد وعندي في اليمين زيرو 1 0. في النهاية ما راح نستخدم اللي هو نفس هذه الطريقة، ما راح نقسم مباشرة، راح قيمة الحساس بنستخدم المودل اوبريتر اللي قلنا راح يقسم القيمة عندي اللي في اليسار من اليمين، وراح يرجع لي الريمايندر. بعدين بلس اللي هو زيرو كاركتر، او قلنا 48 اللي راح يحول لي الى اسكي الى كاركتر، ويخزن لي في الاري عندي. بعدين عندي في النهاية كده خلصنا من الخانة الأولى، وهنا عندي الخانة الثانية والثالثة والرابعة وهنا الخامسة. بعدين راح أحط البي، لأن قلنا قيمة الحساس الأول راح تكون بين الأي والبي عشان يقدر يميز بين المتحكم الثاني، يعني يعرف إن هذه قيمة الحساس الأولى اللي جت من المرسل. بعدين هنا عندي نفس الطريقة اللي شرحنا، نفس الطريقة بالضبط، ولكن قلنا قيمة الحساس الثاني بتكون بين السي والدي. بعدين في النهاية عندي في لوكيشن الالمنت 14 للاري، راح احط فيها حرف الاو، بعدين اللي بعده الكي، يعني بخزن اوكي لان راح نحتاجه في الكود حق المستقبل، لان بعد ما ارسلت هذه البيانات لابد اني احط مثلا كلمه واحده او اي كلام، ايا كان اي نص، احط كلمه عنده يقدر يتوقف يعني المايكرو كنترولر، يعني بعده ما عاد يقرا شيء. فانا راح ارسل مثلا جميع البيانات، في النهايه لو لقى اوكي راح يوقف. طبعا بعد الاوكي نحن نعرف ان نهايه السترنج لابد ان يكون عندي النول، فهنا عندي حطيت النول، فكده عندي complete text. نفترض مثلا نحط مثلا نفترض ان عندي قيمة الحساس الاول 1000 والحساس الثاني 2000،
فبيكون بهذا الشكل. عند الاري بيكون كذا، هنا عندي 1000 بتكون كذا عفوا، لأنه قلنا بيكون عندي 5 صهانات. بعدين عندي السي، بعدين القيمة الثانية اللي بهذا الشكل. بعدين في النهاية قلنا يكون عندي اوكي. فهذا هو بيكون يعني بيكون عندي التكست بهذا الشكل، إذا كان قيمة الحساس الأول 1000 والحساس الثاني 2000. فهنا بعد ما حطيت اوكي، هنا عندي النول. طبعا زي ما قلنا هنا عندي، فلو تلاحظون هنا عندي هذا الديجيت ما نستخدم اللي هو الأكبر، نقدر نحذفه لو نبي. بعدين في النهاية عندي URT write text، راح نرسل تكست كامل اللي هو قلنا بنخزن فيه قيم الحساس، وفي النهاية بنحط أوكي وراح نرسله للمايكرو كنترولر. بعدين عندي إذا رجعنا للمين فانكشن، في النهاية بعد أمر الإرسال راح ننتظر المدة الثانية. عشان كذا لو تلاحظون عندي في كل ثانية تغير القيمة، مثلا إذا غيرت هنا ينتظر ثانية وغير. فهذا الكود، كود المرسل. نشوف الكود الثاني اللي هو حق الاستقبال. هذا الريسيف. طبعا الريسيف بالنسبة للفايند وجيت سترينج، هذه شرحناه بالتفصيل في الفيديو اللي قبله. طبعا عندي أول شيء تعريف أقطاب ال LCD، لأن قلنا المتحكم الثاني موصل فيه شاشة LCD. هذا هو المتحكم، موصل فيه شاشة LCD، لأن إذا استقبل بيانات لابد إنه يعرضها عندي في التكست LCD. بعدين هنا عندي هذا راح أخزن فيها المصفوفة اللي استقبلتها، التكست اللي استقبلته، وهنا راح أخزن قيمة الحساس الأول في مصفوفة عشان أعرضه في ال LCD. وهنا عندي هذا راح أخزن لي التكست حق قيمة الحساس الأول الثاني عفوا. طبعا هذه القيم اللي راح استقبلها، هذا راح استقبلها اول شيء كامل البيانات، راح استقبل لي كامل البيانات. وبعد ما استخرج البيانات راح استخرج قيمة الحساس الاول عن طريق ال get string function، راح اخزنها هنا، وهنا قيمة الحساس الثاني. بعدها راح اعرضها في شاشة ال LCD. نيجي ننزل لل main function. هنا عندي ال main function، هنا عندي أول شيء الكونفيج فانكشن فيها التعريف. طبعا حطينا جميع أقطاب الديجيتال كأنالوج. عفوا حطينا جميع أقطاب الأنالوج كديجيتال، لأن ما راح أوصل هنا، يعني ما راح أستخدم الأنالوج في المتحكم الثاني، فلابد اني احطه كله كديجيتال. ليه؟ لان عندي هنا في الانالوج، قطب الانالوج 1 قلنا هذا عنده اقدر اوصل فيه اي حساس، او اني اقدر استخدمه كديجيتال مثلا. فانا موصل فيه الشاشه، فلابد اني احطه كديجيتال. فعشان كده حطيت كل الانالوج عندي كديجيتال، لان هذا عندي اللي هو الاي 0 موصل في شاشة ال LCD عندي في قطب ال D7 ال LCD. فكله قلنا analog pins كديجيتال، اللي analog pins as digital. بعدين عندي تعريف ال URT، لأنه راح استقبل بيانات عن طريق ال URT. بعدين عندي تعريف شاشة ال LCD. بعدين عندي infinite loop،
اول شيء راح اشوف هل عندي بيانات. عندي هنا اف ستيتمنت، اول شيء في البدايه يو ار تي داتا ريدي، اذا يساوي الواحد اذا رجعت لي واحد يعني انه في البفر عندي بيانات. فايش راح اسوي؟ يو ار تي ريد تكست. طبعا موضوع اليو ار تي وكيف نقدر نوصله بالمايكرو كنترولر ونرسل بيانات بين متحكمين وبين بين المتحكم والحاسوب، هذا شرحناه بالتفصيل في مواضيع اليو ار تي، ولكن هنا على السريع نشرح. هنا عندي يو ار تي ريد تكست، دام ان عندي بيانات فايش راح اسوي؟ يو ار تي ريد تكست، راح نقرا نص كامل. فهذا عندي راح ياخذ ثلاثة بارامترات. البارامتر الاول اللي هو اذا تم قراءه البيانات وين ابي اخزنها؟ فانا بخزنها في المصفوفه اللي هي فاليو اللي سبق وشرحناها فوق عندي هنا، هذه المصفوفه راح اخزن فيها جميع البيانات. فهنا عندي يو ار تي ريد تكست، البارامتر الاول راح اخزن فيها القيمه، قيمه ال يعني ال التكست راح احطه لي هنا. بعدين عندي وين ابي اوقف؟ قلنا نحن لو تذكرون في كود المرسل في النهايه برسل اوكي، فانا كذا كاني راح اقول له اقرا جميع البيانات وحطها لي هنا، اذا لقيت اوكي وقف. وهنا عدد الكاركترات، يعني انا كم كاركتر برسل؟ انا حطيت هنا 16 لان راح ارسل يعني ما راح يتعدى 16. فلو نرجع للكود الاول بس عشان نوضح هذه النقطه، فهنا تلاحظون عندي كم عندي من الزيرو الى ال 16، طبعا 16 اللي هو النول اخر شيء، هذا طول البيانات عندي كلها بتكون كاركترات 16، طبعا الاخير نول هو. فحطينا 16 كاركتر. فعندي هنا بنخزن زي ما قلنا في بنخزن التكست المستقبل في الفاليو في هذه المصفوفة، بعدين إذا لقوا أوكي عندي يعني وقف الريدين، بعدين عندي 16 كاركتر اللي راح استقبله. بعدين زي ما شرحنا بالتفصيل في الفيديو اللي قبله راح استخدم ال find get string، راح نرسل فيها الفاليو اللي فيها جميع البيانات اللي استقبلناها. هنا راح نرسل البيانات كلها اللي استقبلناها سواء قيمة الحساس الأول والثاني جميع البيانات، وهو بنفسه راح يستخرج لي قيمة الحساس الأول. فقلنا قيمة الحساس الأول راح تكون محصورة بين ال A، طبعا هنا حطينا 1 عشان وش يسوي؟ عشان يتعدى ال A، ما يطلع لي قيمة ال A. فلو هنا مثلا حطيت 0 راح يطلع لي قيمة ال A زي ما تكلمنا في موضوع ال find get string. فهنا من ال A بعدين إلى ال B، طبعا هنا حطينا زيرو لاني ما ابغى يطلع لي الاي، فقلنا اذا هنا زدنا واحد راح يتخطى هذه القيمه، وهنا اذا حطيتها 1 راح يطلع هذه القيمه، فانا لا بطلع الاي ولا بطلع البي. فهنا حطيت الاي وزدت بواحد عشان اتخطى الاي، وهنا حطيت البي الى البي، وهنا حطيت زيرو عشان لا يعرض لي البي، لان قلنا كل ما نزيد راح يروح من اليسار الى اليمين. بعدين هنا عندي راح اخزن قيمة السنسر بعد ما استخرجها من الفاليو من الاي الى البي، راح اخزنها في مصفوفة اللي هي السنسر 1 اللي سبق وتعريفها هنا. سنسر 1 راح اخزن فيها قيمة الحساس الاول، سنسر 2 قيمة الحساس الثاني. بعدين في النهاية بتكون عندي القيمة هنا، وش راح نسوي؟ LCD out في الصف الاول من شاشه ال LCD راح اعرض قيمه الحساس الاول. بعدين هنا عندي find get string مره ثانيه عشان نحصل على قيمه الحساس الثاني اللي بتكون كلها قلنا بتكون في النص اللي استقبلناه من المتحكم الاول، كله راح يكون هنا. طبعا قلنا قيمه الحساس الثاني راح تكون من السي الى الدي، وراح يخزنها لي هنا في السنسر 2. وبعدين راح اعرض في شاشه ال LCD قيمة الحساس الثاني. فهذا هو عندي الكود باختصار. طبعا اذا نبي نفهم الفايند جيت سترينج اكرر نفس الكلام، نرجع للفيديو اللي قبله شرحناه بالتفصيل، شرحنا الدالة نفسها بالتفصيل اللي هنا قلنا راح يكون عندي هذا pointer to string للمصفوفة اللي فيها جميع البيانات، وهنا عندي من وين الى 2، يعني مثلا هنا بنحط ال A إلى ال B أو ال C إلى ال D. هنا بيكون عندي مثلا هنا ال A وهنا ال B،
لان هذا بوينتر تو سترينج. حلو، بعدين هنا عندي هذا الداش فروم اللي راح تزيد القيمه، اما انه يعرض القيم ابتداء من الاي، كل ما نزيده ما راح يعرض القيم اللي بعدها. وهنا عندي داش 2، هذا قلنا هو راح يعرض لي او ما راح يعرض القيمه اللي بعد السكند كاركتر. بعدين هنا عندي في النهايه راح يخزن لي القيم هنا. بعدين في النهايه زي ما قلنا راح يرجع لي قيمه، راح يرجع لي التكست اللي طلعناه من المصفوفه نفسها. فكذا هذا عندي كود المشروع. فهذه الطريقة إذا كان مثلا في معظم التطبيقات نلاحظ أن يكون عندي مثلا قيم كثيرة. يعني هذا شيء بسيط، يمكن يكون عندي مثلا مشروع برسل مثلا المتحكم الأول مثلا 100 كاركتر، فكيف اقدر ان مثلا اعلم المتحكم الثاني ان هذا قيمة الحساس الاول وهذا الثاني وهذا الثالث وهكذا. فلا بد ان عندي طريقة اقدر اميز فيها بالبيانات المستقبلة. فزي ما قلنا احنا استخدمنا ال find get string، فهذا تطبيق يعتبر لل find get string.